الرسالة إلى معاوية، وإذا قصيدة شعرية فتحها وصار يقرأها، اسمها القصيدة الجلجلية، أي يذكرها العلامة الأميني في كتاب الغدير، ويذكرها أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني أيضا. يقول: معاوية الحق لا تجهلي، وعن سبل الحق لا تغفلي، نسيت محاورة الأشعر ونحن على دومة الجندل، خلعت الخلافة من حيدر كخلع النعال من الأرجل، وألبستها فيك بعد الأياس كلبس الخواتيم في الأنمل، ورقيتك المنبر المشمخر بلا حد سيف ولا منصلي، ولولاي كنت كمثل النساء تعاب الخروج من المنزل، وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصصة في علي، وفي يوم خم رقى منبرا ينادي والركب لم يرحلي، وفي كفه كفه معلنا ينادي بأمر العزيز العلي، ألست بكم منكم بالنفوس بأولى؟ فقالوا: بلى فافعلي. فقال: فمن كنت مولا له فهذا له اليوم، نعم الولي وأنحله إمرة المسلمين، والكل عن الحق في مغفلي، وبخبخ شيخك لما رأى عرى عقد حيدر لم تحللي، فما عذرنا يوم كشف الغطى، لك الويل منه غدا ثم لي، فإن كان بينكما نسبة فأين الحسام من المنجل، وأين الحصى من نجوم السماء، وأين معاوية من علي.